بونجور لي زامي، جيسبر انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. دونك انا اليوم جيت باش نقدم لكم دي بانكيك صحيين اللي نقدروا نحضروهم مع وليداتنا، دونك نابليكي وليداتنا يحضروهم معنا. دونك خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. دونك بوغ هاد لي بانكيك غادي نحتاجو جوج البيضات، خماره، خمسة ديال المعالق كبار ديال الزيت البلدية، جوج المعلقات كبار ديال العسل، الحليب حسب الخليط، كاس كبير ديال العنبة ديال لي فلوكون دافوان اللي هما رقاق، الا كانوا عندكم الغلاط تقدروا تطحنوهم، جوج كيسان ديال العنبة ديال السميدة ديال الحرشة، وبنانة. فوالا، غادي نبداو بالبيض. بسم الله، نضربوا البيض. نزيدوا الزيت، زيت البلدية، زيدوا لا بانان ديالنا، العسل، جوج معلقات ديال العسل، نزيد الكاس ديال لي فلوكون دافوان، نزيدو الحليب. دونك هذا نص سيترو، انا غادي نحاول نزيد 250 ml، يعني النص ديالو. نكبو السميدة، جوج كيسان ديال السميدة ديال الحرشة، نزيدو عاوتاني الحليب، التكستور ديالو فوالا. انا غادي نخليه يرتاح واحد الخمسة دقايق ونرجع ليكم، انا نوريكم شحال بقالي ديال الحليب. فوالا باش تعرفوا، فوالا بقى لي كاس ديال العنبة ديال الحليب اللي غادي نخليه دو كوتي، منين غيقصح لي غادي نزيد له الحليب. دونك انا غادي نخليه يرتاح واحد خمسة دقائق وغادي نرجع لكم. دونك فوالا لي في، انا خليته ترتاح واحد الخمسة دقائق، دابا ان شاء الله غادي نبداو نطيبوهم. انا ديجا درت الطيفال ديالي تبدا تسخن، فاش غادي نطيبهم. فوالا غنخليوها حتى تسخن مزيان ونبداو ان شاء الله نطيبوهم. واشاك فوا تبان لينا شويه قصاحت غادي نزيدو هاد الكاس هذا اللي بقى لينا من السيترو ديال الحليب. دونك اشاك فوا تبان لكم هادي بدات كتشرب نزيدو فيها قطيرات الحليب.
وغادي نزيد واحد شي شويه د الحليب، voilà les amis. Donc ها هو الشكل النهائي ديال لي بانكيك ديالنا، كيجيو فريمون غزالين، كنتمنى انكم تجربوهم. فوالا دونك كنحاولوا نقسموا وحده مجموعين بانكيك، فوالا كيجيو فريمون غزالين. دونك نتمنى انكم تجربوهم وتخليوا لي في التعاليق لي غمارك ديالكم، وكنقول لكم بصحه وراحه، اي على بروشين فيديو ان شاء الله. بسلام عليكم.